أعجبني كثيرا فعل هذا الأخ الجزائري مع جنسية فرنسية لما فرنسا أعلنت حظر النقاب في الأماكن العامة. أي امرأة تطبق متلبسة بلبس النقاب في الأماكن العامة تدفع 150 يورو. اليورو 7 جنيه ونص أو 30 قرشة. يعني تدفع لها قرابة 1000 جنيه. فقام هذا الأخ جزاه الله خيرا ووضع 1,000,000 يورو في البنك وقال لكل أخت منتقبة اخرجي حرة إلى حيث تشائين وأنا سأدفع الغرامة، ووضع رقم الهاتف وأعلنه على الناس جميعا. أي امرأة يوقع عليها العقوبة تتصل بالرقم ويخصم من 1,000,000 يورو 150 يورو. هذا في نظري رجل هزم دولة، رجل واحد هزم دولة. لو تصرفنا بهذه العاطفة وهذه المحبة في أمورنا جميعا نستطيع أن نغلب عدونا ببساطة.